السلام عليكم بدر ومدريت، رجعت لكم مقطع جديد لعبة سوبر ماريو ميكر. في هذا الفيديو راح ألعب مراحلكم. تنبيه بسيط، إذا كان حاب أني ألعب مرحلتك لا تنسى تحط مرحلتك في الهاشتاج اللي في تويتر ميكر التاكس. بس عشان ما أطول في المقدمة شباب، شكرا لكم، وصلنا الحمد لله 150 ألف مشترك. هذا الهدف حطيته في الإجازة المفروض الأربع شهور، فالحمد لله وصلنا تقريبا في 3 شهور. إذا كان أنت حاب إنك تعرف الهدف الجاي للقناة، ما رح أطول في المقدمة كثير، لكن بعد الأوتروف دائما أحط لقطة رح أتكلم لكم عن الهدف الجاي. الآن خلونا نلعب مراحلكم ونشوف إيش اللي حيصير. الله يعين. بس طيب شباب، اول مرحله من احمد يقول انصحك تلعب الاولى، هي سهله بس ممتعه، بينما الثانيه مستحيل تفوزها. هذه اول مرحله الان اسمها ساكريفيكال يوشيز. ارجوكم خلاص ما ابغى العب مرحله جومبا اسكي. هذا الكود حافظه A1C0400702. اوكي اخر واحد، بس الزبده انه ما ابغى العبها لاني قد شفت المرحله اصلا عند واحد، فصعب اجي العبها. اوه اما كذا اوه يا لغز، ما انا عارف ايش اسوي. ممكن اسوي كذا. ما ابغى اسوي كذا. اوكي طولت في المقدمه مره، خلاص يلا خلونا نلعب. ما قلت لكم كم واحد لعبها بس كثير يعني. طيب بسم الله. اوكي يخوف. طيب كذا ممكن هنا. طيب حلو. اوكي يوشي. اوكي طيب اتوقع اني فهمت اسم المرحله، انه هو يقول لك زي سكرفايس يعني ضحي. حتى شوفوا هنا يحط لك انه يموت يوشي، ف يعني حتى شوفوا دحين اول حاجه لازم انك تضحي بيوشي صح؟ ايوه كذا النظام. طيب اوكي الى الان الامور بسيط. اوه حسها بدت تصعب. هذه سهله تمام. دحين هذه حلو تمام. لازم اضحي فيه ولا لا؟ ايوه تمام تمام ايوه حسب انه لا يعني لازم احتاجه. طيب انا دائما ارى الاجانب يا جماعه لما الواحد يقتل يوشي يقول لا يوشي ما ادري ايش يعني ايش يعني ما ادري. اوكي لحقته واحد تمام. يعني ابغى اسالكم يعني هل يوشي يعني محبوب عندهم مره ولا ايش بالضبط؟ كذا تمام يعني ولا لا؟ اوكي والله يا جماعه حسيني محترف صح؟ طيب هذه برضو لازم تضحيه. اوكي يوشي برضو يا 50 مليون يوشي. طيب بسم الله. الله لازم برضو تضحيه صح؟ ايوه. طيب تتوقعون في حاجه سريه هنا؟ حس انا حس هنا حس. اوكي ما في ولا حاجه يلا. طيب جماعه حخلصها من ثاني مره يعني والله ابداع لك. اوكي 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 لا هذه برضو سوي لا. طيب ايش هذه؟ والله اني ناسي. اوكي طيب دحين هنا ركز. طيب تمام. اوه سريع سريع. اوكي سريع سريع سريع. فين اروح؟ هنا. اوكي اوكي الحمد لله، حسب انه خلاص راح علي الوقت. ايش لا ايش هذا؟ لازم يموت ولا لا؟ اتوقع انه لازم. اتوقع ايوه هذه الثانيه. باقي واحده بس انتبه انت. اوه الحمد لله. طيب اها يعني هذا اجي تحت يعني ذحين ايش؟ لانه هناك في زي اها يبغى لها سرعه يا جماعه، ذي يبغى لها سرعه، وانا بنده في فلاش. لا والله ما يبغى لها سرعه، والله يبغى لها سرعه، يبغى لها سرعه يا جماعه من جد. اوكي والله جبتها. لو تلاحظون يا جماعه نقصت انا على طول انتهى من جد، كان يبغى لها هذا سرعه يعني. اوه ايش اسوي يا جماعه والله؟ اوكي اضحي ولا لا؟ ذحينا هذا البوس احسن طريقه انه اللي سويته هذا قبل شوي كذا تجي. الله ايه دين. لا لا اوكي الحمد لله مت، ما مت قصدي.
يا حيوان يا مضبوط. دحين البوز هذا الخفيف، شوفوا اول واحدة اسوي كذا. اوكي والله يا اصلي. طيب قتل نفسه، قتل. اتوقع اني جبت العيد شباب. اها لازم البوس يكون برا هنا عشان اقدر اخذ هذه. والله هذه المرة لو اموت من ذا الغثيث راح اسوي له واحدة بس كذا. يلا تعال معاي فوق، احتاجك كلمة راس. اوكي هذه الثانية. ديم هذا مكان استراتيجي. ديم اوكي لينزل 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 لي. اوكي اوكي حسب انه ينزل كذا تحت ذي. طيب الحين ننطلق الى البي سويتش. شوف كيف، شوفوا كيف. خلاص جبت العيد صح؟ جبت العيد؟ طيب كذا تمامه. اوكي توقع ان انا ضبطناها صح؟ توقع يس. اوكي طيب شباب اتوقع انه كذا. اوكي الحمد لله. طيب الفوز في حاجة؟ والله قلبي يا جماعة. اوه طيب الا ايش اسوي؟ اضحي لازم صح؟ بس عاد شباب احس اني حموم. دايم والله مات يوشي بس الله يرحمه. هم عاجب فزنا بالمرحلة. دحين حنشوف مراحل ثانية. اوكي في دقيقتين خذ نجمة. والله المرحلة كان رهيب. يلا الان ننتقل الى المرحلة التي بعدها. شباب المرحلة اللي بعدها من بروك، شد حيلك كلهم، طلبوا صعب. لعبوا 20,000 فازوا 30، ومكتوب بالانجليزي سبلاتون سبيد رن. سبيد رن شوفوا ما راح اخلصها من ذحين اقول لكم، لكن راح اجرب اشوف ايش، هل راح اقدر او لا. بس انه سبيد رن كم ثانيه راح يكون يعني؟ لانه لو كثير صعبه مره. 40 ثانيه. اوكي يلا دخلت ما ادري كيف كذا بدون ما احس، ما انتبهت حتى الماري. ديم ايه ارميها انا ولا؟ اوكي شكلها المرحله رهيبه. خلنا نشوف يلا. طيب سريع. اوكي والله الموسيقى رهيبه يا جماعه. ديم ايش اسوي بالضبط؟ ديم اوكي انقذ يا بندر لا تستطعم. اوكي شت. طيب ايش؟ خلوني اجرب انتظر، مع انه احسه في سبيد رن ما تنتظر، ما في عاجز ما انتظر، او عندي حركه اجربها وخلاص بعدها راح انتظر. ها كذا. يا الله يلا ما عليه. شوفوا اها سبيد رن اول حاجه في سبيد رن يعني تعرف عادل تعرف المرحلة وبعدين عاد تخلصها. فا اوكي طيب ديم والله جبتها. ديم اوكي ارميها كذا. اوكي بس البي سويتش شباب ايش اسوي هنا؟ ايش اسوي؟ ياه اها اوكي معليش ما يحتاج ارميك، ارمي الفوق وهو يضرب البوب. يلا نجرب مرة ثانية. طيب اوكي ايش اسوي؟ في حاجة تنزل ولا ايش؟ ها ما ادري ايش. تيم طيب شباب الله يلعن ابو هذه المرة راح انتظر ابغى اشوف ايش في المرحلة يعني بالضبط. طيب لو سويت طيب يا حيوانة اها ذحينك يعني لو انطلقت سريع مرة راح تفهم كل حاجة. اوكي ديم والله لازم مرة سرعة. اوكي يا لازم اخذ هذا معايا.
طيب ايش؟ والله صعبة يا جماعة، والله مرة. اوكي. دام دام اوكي. يا الله فين ارمي؟ ممكن لفوق لفوق. اوكي اوكي لفوق. دام دام اوكي لازم اسوي طور. اوكي الله نقصت يا جماعه. جيبها. اوه ضبط. اوكي هذه المره ما يتاف وجهه. اوكي غلط انا ما يتاف وجهه. شباب حنجلط من هذه الموسيقى، والله حنجلط من هذه الموسيقى خلاص. بعد لا تبدا. ها اوكي 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 اهم حاجه فهمنا يعني لازم ما ترميها، بعدين تجي هنا وترمي ذا. اوكي طيب. لا رميتها قبل ما اقص على ذي. اوكي 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 كيف اجنب بينهم الاثنين دول؟ كيف ما راح انجلط من المرحله، راح انجلط من الحمامه اللي عندي جالسه تقول اوه اوه اوه. اوكي اوكي النقزه كيف يعني؟ شوفوا النقزه ما يبغى عاليه مره عشان ما تشوف الشبح اللي فوق، ولا هي مره خفيفه ففي النص. ما ادري كيف يعني، ما ادري صراحه. والله يلعن ذي الموسيقى الخارة، والله موسيقى خارة، والله خارة. لو مت خلاص راح اطلع. اوكي شباب المرحلة اللي بعدها، معلش طولت في هذه المرحلة مرة وما فزت وانا خارة نوب. طيب شباب المرحلة اللي بعدها اتوقع في الهاشتاج في اثنين طلبوا اللعبة، راح احط التغريدة حقهم. لان فترة ما نلعب سوبر ماريو بروس اللي هو ذا العادي، فانا الصراحة ما احب العبه، لكن عشان هم قالوا بس ان المرحلة ممتعة راح نلعبها وان شاء الله نشوف، يعني حنشوف كيف ان شاء الله انها سهله يعني. اوكي ايش نلحق؟ اتوقع الحق ذا صح. اوكي قول لي ان شاء الله مين صعب بس. اوكي اوكي طيب شباب شفت انا المرحله من برا شكلها والله مره طويله يعني، يعني لا تتاخر بندر لا تجيب البيت. طيب اوكي لا لا تمام شكلها شكلها من مره صعب ان شاء الله ما يصعب. اوه حمو اوكي طيب حلو حلو الى الان معي المشروم حركات والله بندر حطيح والله اني حس. اوكي تشيك بوينت ديم. اوكي ديم والله والله حسبت انه رجعني من البدايه يا جماعه. طيب اوه اوكي اتوقع ان هذا كان مشروم بس عشاني انا معايا اللي هو ذا. ف شباب راح اخلصها بدون ما انضرب يعني. اوكي ثاني مرة تسكت. ها ثاني مرة تسكت ثاني مرة تسكت. اوكي اسكت خلاص اسكت. طيب اوه حتمشي وانا جالس هنا شيت يا رجال والله سريع سريع. اوكي اوه اوه اوكي شباب كيف الحظ بالله رهيب صح؟ اذا تبغى زي كذا اتصل على 013-45-17 بس لو تبغى كذا هذا رقم ثاني ان شاء الله تحصله في الديسكريبشن. فينها ما ادري فين شباب
اوكي اوكي الحمد لله باي. اوه اوه اوكي اوكي ارجوك ارجوك لا تموت ارجوك لا تموت ارجوك لا تموت. طيب اوه تشيك بوينت تشيك بوينت. اوه الحمد لله. متى تخلص يا جماعه؟ شت واحده ثالثه. اوكي طيب حل. ليش مع كل نقص يعني معليش ذكركم بحاجه صح؟ ما ودي اوكي اوكي ركز. واو بندر فن ابداع كوره الله اوكي جماعه توقعون النهايه حاس. لا والله مو النهايه. طيب اوه لازم الحق دي بسرعه. اوه يا الله يا الله. لا تضغط ستارت اوفر لا تضغط. دون دو ما دون دو. احس اني قربت من النهايه ما ادري. شوف شوف شباب دقه واحده ما راح اموت. ها بحرك اوكي تمام مضبوط. شوفوا كيف تعلم تعلم. اوكي مشروم تحسبها صح قبل ما تنزل شت. طيب بس ما عليكم لان انا اصلا يسموني بندر. بندر ايش بندر؟ بندر يسموني. اوكي حلو يلا الحين ان شاء الله اني ما اموت. واحد اثنين تمام. والله حرام عليك والله حرام. استغفر الله العظيم. شباب انا حنجلط والله حنجلط. لازم كيف تجيب العيد؟ ستارت اوفر. ليش بندر ضغط ستارت اوفر؟ لان المرحله اللي قبلها 50,000 محاوله كل شوي ستارت اوفر. سوق امها. طيب حرم عليك. اوكي 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 يلا نجيب العيد ان شاء الله ما اجيب العيد. يلا طيب اوكي هي نقزه كامله بس انا ما انقز. اوكي طيب ايش هنا فوق؟ طيب اوه والله صعبه يا جماعه والله صعبه. اوه يا الله يا الله حسبت انه في الطرف اقدر ف بندر. هدي 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 خذ زفير شهيق زهيق زفير. شفتكم كلكم ده. يلا هنا المكان الصعب. هنا المكان الصعب والله والله هنا صعبة يا جماعة. اوه والله يا الله والله هنا صعبة يا جماعة. ايش الا المرحلة ممتعة مو صعبة. ما قلب لا. طيب طيب انتظر. اوكي تمام يا كب الفوز هنا. اوه شباب 10 محاولات لو ما جبتها خلاص. الله المحاولة الثانية. اوكي 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 سك سك يا اخي. اوكي جبت اللي فوق. ها جبتها ولا ما ما فزت شباب. هذه المرحلة ما راح العبها من شبح الاشباح كاتب قبل لا تجربها قول نكتة. فلذلك انا عندي نكتة راح اقول لكم بها يعني. بس انه المرحلة ممكن العبها في الفيديو الجاي لماريو ميك. تكتبوا مراحلكم في الهاشتاج ميكريت اكس. الان راح اقول لكم النكتة وراح انهي الفيديو على طول. المهم هذه النكتة بعنوان الكورة. يقول لك في اب عشان يحفز ولده قال له
يذاكر نجحت من اولى ابتدائي راح اشتري لك كوره، اذا نجحت من ثاني ابتدائي راح اشتري لك كوره، اذا نجحت من ثالث ابتدائي راح اشتري لك كوره، اذا نجحت من رابع ابتدائي راح اشتري لك كوره، اذا نجحت من خامس ابتدائي اشتري لك كوره، واذا نجحت من سادس ابتدائي راح اشتري لك كوره. نجح من اولى شراء الكوره، نجح من ثانيه شراء الكوره، نجح من ثالثه شراء الكوره، نجح من رابعه شراء الكوره، نجح من خامسه شراء الكوره، لكن نجح من سادسه ما شراء الكوره. طيب بندر ايش دحين؟ راح لأمه قال لأمه، أمه يا ماما يا ماما يا ماما أبويا قال لي إذا كان نجحت من أول اشتري لك كورة، إذا نجحت من ثاني اشتري لك كورة، إذا نجحت من ثالث اشتري لك كورة، إذا نجحت من رابع اشتري لك كورة، إذا نجحت من خامس اشتري لك كورة، إذا نجحت من سادسة اشتري لك كورة، نجحت من أول شرى لي كورة، نجحت من ثاني شرى لي كورة، نجحت من ثالثة شرى لي كورة، نجحت من رابع شرى لي كورة، نجحت من خامس شرى لي كورة، نجحت من سادسة ما شرى لي كورة. قالت له أمه شوف والله أنا ما أقدر أسوي ولا حاجة، أنت روح كلم عمك وهو عمك ممكن يشوف حل. راح لعمه قال له عمي أنا أبويا قال لي إذا نجحت من أول اشتري لك كورة، إذا نجحت من ثاني اشتري لك كورة، إذا نجحت من ثالثة اشتري لك كورة، إذا نجحت من رابعة اشتري لك كورة، إذا نجحت من خامسة اشتري لك كورة، إذا نجحت من سادسة اشتري لك كورة. نجحت من أول شراء الكورة، نجحت من ثاني شراء الكورة، نجحت من ثالثة شراء الكورة، نجحت من رابعة شراء الكورة، نجحت من خامسة شراء الكورة، نجحت من سادسة ما شراء الكورة. قال لي والله اسمع، قال له والله اسمع، روح كلم جدك وجدك واكيد راح يعني يحل الموضوع. راح لجده قال له جدي ابويا قال لي اذا نجحت من اول اشتري لك كره، اذا نجحت من ثاني اشتري لك كره، اذا نجحت من ثالث اشتري لك كره، اذا نجحت من رابع اشتري لك كره، اذا نجحت من خامس اشتري لك كره، اذا نجحت من سادس اشتري لك كره، نجحت من اول شراء الكره، نجحت من ثاني شراء الكره، نجحت من ثالث شراء الكره، نجحت من رابع شراء الكره، نجحت من خامس شراء الكره، نجحت من سادس ما شراء الكره. قال له ها كيف هذا الكلام؟ يلا يلا تعال عند ابوك نكلمه. قال له كيف تقول للولد نجح من اولى تشتري لك كره، نجح من ثانيه تشتري لك كره، نجح من ثالثه تشتري لك كره، نجح من رابعه اشتري لك كره، نجح من خامسه اشتري لك كره، نجح من سادسه اشتري لك كره، نجح من اولى شريت لك كره، نجح من ثانيه شريت لك كره، نجح من ثالثه شريت لك كره، نجح من رابعه شريت لك كره، نجح من خامسه شريت لك كره، نجح من سادسه ما شريت لك كره. قال له الاب نسيت، يلا روح اشتري لك كره.